السلام عليكم. اليوم سنتعرف حرفي الطاء والظاء. طاء طاء ظاء ظاء. طاء طبيب، ظاء ظبي، ط طي طو، ظ ظي ظو. ط طبيب، طي طفل، طو طيور، ظ ظرف، ظي ظل، ظو ظفر. ط طي طو، ظ ظي ظو. ط طائرة، طي قطيع، طو عطور. ظ منظار، ظي حظيرة، ظو محظوظ. أط تط، أظ تظ. وط وطواط، مط مطرقة. أظ أظرفة، عظ عظمة. طن طن، ظن ظن. طن شريط، طن وطواط. ظن ملاحظ، ظن محظوظ. ط طي طو، ط طي طو. طن طن طن. ظ ظي ظو، ظ ظي ظو. ظن ظن ظن. الآن لننتقل إلى كيفية كتابة حرفي الطاء والظاء. نبدأ بحرف الطاء في بداية الكلمة. في وسط الكلمة. ثم في نهايتها. ننتقل إلى حرف الظاء، يشبه حرف الطاء لكن نضيف له نقطة في الأعلى في بداية الكلمة. لاحظوا النقطة في الأعلى. في وسط الكلمة. وأخيرا في نهايتها. لا تنسوا النقطة في الأعلى.